كلنا دلوقتي اكيد سمعنا عن الترند اللي منتشر حاليا بخصوص تغيير اسم شركه فيسبوك لميتا، واللي بتحاول الشركه انها توصف بيه الشكل المتطور اللي هتبقى عليه مواقع التواصل الاجتماعي في المستقبل. بس ايه هو الشكل المتطور ده، وهل هيبقى سبب في انه يخلي شكل المستقبل مبهر ومليان بالتكنولوجيا اللي هتسهل علينا نواحي كتير جدا في الحياه، ولا هتكون سبب في ان حياتنا المستقبليه تكون شبه معدومه وسوداويه زياده عن اللزوم؟ من كام يوم كده مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك اعلن عن تغيير اسم شركه فيسبوك لميتا، واللي كان بيقصده بتغيير الاسم ده هو انه يوصف للناس بعض اتجاهات الشركه في المستقبل، ومش بعيد ان الاتجاهات دي تخلي ان مش لازم نمسك موبايلاتنا علشان نبعت رساله على الواتس. انت ممكن تركن موبايلك على جنب وتلبس نظاره حجمها قد كف ايدك او اكبر شويه وتبعت له الرساله بمنتهى السهوله على هيئه فويس مثلا، او لو حبيت تقدر كمان تزوره في المكان اللي هو متواجد فيه حاليا في اقل من دقيقه ومن غير ما تتحرك من مكانك. قبل ما نخش في تفاصيل عن الموضوع ده، خلينا نعرف الاول ايه هو الميتا او الميتافيرس. ميتافيرس هي كلمه بتتكون من مقطعين، ميتا يعني ما وراء، وفيرس مشتقه من كلمه يونيفرس باللغه الانجليزيه واللي هي تعني الكون. اول مره تم ذكر فيها مصطلح الميتافيرس كان في روايه صدرت سنه 1992 اسمها سنو كراش، والروايه بتحكي ان في المستقبل هنقدر نبتكر عالم افتراضي كامل، عالم هيمكننا من التجول فيه بمنتهى الحريه وممارسه اغلب النشاطات اللي بنمارسها في حياتنا الطبيعيه. وتقريبا مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك ناوي انه يخلي بعض احداث الروايه دي تحصل في الواقع بتاعنا في السنين اللي جايه. مارك قال ان من وجهه نظره فكره انك تمسك موبايل وتقعد تقلب فيه علشان تتواصل مع الناس او تتصفح المواقع او تلعب فيديو جيمز بقت فكره قديمه ومش مجديه وروتينيه زياده عن اللزوم، وعلشان كده مارك صرح ان في الفتره اللي جايه هيبتدي يشتغل على تقنيه قادره انها تخليك تتواصل مع اصحابك وجها لوجه وتعملوا نشاطات مختلفه زي انكم تشوفوا افلام في السينما او تلعبوا العاب معينه او تروحوا رحلات، كل ده من غير ما تتحرك من مكانك عن طريق تقنيه الميتافيرس. الميتافيرس هي عباره عن تقنيه بتربط ما بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز. ولو مش عارف الفرق ما بينهم، فالواقع الافتراضي او الفي ار هو عباره عن عالم رقمي او افتراضي ملهوش اي وجود في الواقع بتاعنا، ولكنه بيخليك تتفاعل مع البيئه بتاعته بشكل يخليك تحس انك جوه العالم ده. اما بقى بالنسبه للواقع المعزز او الاي ار، فمعناه هو اسقاط بعض الاشياء الافتراضيه في الواقع بتاعنا اللي احنا عايشينه. وابسط مثال على كده هي لعبه بوكيمون جو. واللعبه دي لو مش فاكرها كانت هدفها انها تخليك تزور اماكن حقيقيه علشان تدور على البوكيمون اللي هو المفروض كائن افتراضي، ولما تلاقيه بتحصل على نقط بتساعدك انك تتقدم في اللعبه. اعتقد كده انك عرفت الفرق ما بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز. نرجع لموضوعنا، مارك كمل كلامه وقال ان هم بالفعل بداوا في تطوير منصه بتمكن المستخدمين انهم بيبداوا رحلتهم في عالم الميتافيرس، والمنصه دي اسمها هورايزون. المنصه ليها 3 اجزاء، اول جزء منها هو الهورايزون هوم، واللي هيكون اول حاجه تشوفها اول ما تحط النضاره اللي بتدعم التقنيه دي، وده هو عباره عن البيت الخاص بيك جوه الميتافيرس. المنصه بتتيح لك انك تختار شكل البيت من اختيارات متعدده. ومارك بيقول انه قريب هيكون في اصدار جديد من هورايزون هوم واللي هيكون فيه بعض المميزات زي انه هيتيح لك انك تصمم بنفسك البيت الخاص بيك، او انك تدعو اصحابك انهم يزوروك في البيت بتاعك على هيئه افاتارز، والافاتار ده هو عباره عن شخصيه كرتونيه المستخدم هو اللي بيحدد شكلها، وبتكون الشخصيه دي هي اللي بتمثله في الميتافيرس. تاني جزء من المنصه واهم جزء تقريبا هو وولد. وهنا بقى بيكون للمستخدمين كامل الحريه في انهم يتجولوا في العوالم الافتراضيه اللي بيتم تصميمها على ايد المطورين او المستخدمين. اخر جزء من المنصه تم تطويره لحد الوقت الحالي هو هورايزون ورك سبيس، والجزء ده مخصص لعقد الاجتماعات الافتراضيه بين الموظفين في الشركات. منصه هورايزون هي منصه موجوده بالفعل حاليا ولكنها لسه في المرحله التجريبيه. شركه ميتا او فيسبوك سابقا مش هي الشركه الوحيده اللي مهتمه بالميتافيرس في الوقت الحالي، ولكن في شركات ثانيه ابتدت انها تهتم بالتقنيه دي وتستثمر فيها زي شركه مايكروسوفت والمنصه الجديده اللي طورتها واللي اسمها مايكروسوفت مش، ودي فيها شبه برضو من منصه هورايزون شويه. والواضح من اللي بنشوفه وبنسمع عنه ان فعلا شكل الانترنت هيختلف السنين اللي جايه، بس يا ترى هل ده هيبقى في مصلحتنا؟ هل هيبقى صعب على شركه ميتا انها زي مصممه الفيسبوك بشكل يخليه تقريبا عاده يوميه وشبه ادمان لعدد كبير من المستخدمين، انها تخلي الميتافيرس في المستقبل مصمم بشكل يصعب على المستخدم فكره الاستغناء عنه؟ والسؤال الاهم من كده، الى اي مدى التقنيه دي ممكن تتطور؟ تفتكر ممكن في يوم من الايام تكون التقنيه دي متطوره بشكل يخلي المستخدم يعيش في الواقع الافتراضي وهو مفكر انه عايش في الواقع الحقيقي زي ما شفنا في احداث فيلم ذا ماتريكس مثلا؟ يا ريت تقول لي رايك في الكومنتات، ويا ريت لو الحلقه عجبتك تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير وتفعل جرس الاشعارات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول. شكرا للمشاهده والسلام عليكم.